السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألوغ نكملو الكور ديال الانتيغرال على موقع www.exo.maroc. كما كنشوفو هذه لوكا الثانية، الحالة الثانية. كما قلنا في الحالة الأولى أن الحالة الأولى هي اللي كتحط بزاف، ألوغ الحالة الثانية والثالثة كتكون شوية صعيبة، يعني ما كتحطش بزاف، ولكن خاصنا نضبطوها حنايا مزيان. ألوغ كما كنشوفو الحالة الثانية شي سامبل، عندنا سي إلا كانت كتابة على شكل أ أو كاري بلوس إكس أو كاري، يعني أ كونستونت، ولا A au carré يعني واحد الكونستونت بلوس X au carré أو سي إن. ونبوز كنحطو X كتساوي A طونجون تيتا، راه فهمنا علاش كنحطو X كتساوي A طونجون تيتا باش نطيرو على الجدر. ألوغ وعلاش كنحطو تيتا محصورة ما بين بي سيغ دو بي أو موان بي سيغ دو بالنسبة للطونجون؟ باش حيت نحيدو داك الجدر ولا داك الأس ما نديروش لو فالو أبسولي ديالنا، صافي؟ هادي خرجنا موجب. ألوغ كيما كتشوفو في هاد المثال هذا كنلاحظو أن هنا نقدر حنا نمحيو بحال هكا باش ما نعطيك البروف بحال هكا، واحد بلس اكس او كاري، صافي. الو كيما كنشوفو واحد اكس او كاري عندك، ها هي اكس او كاري، ها او كاري هي واحد او كاري، صافي. واحد او كاري راه كيبقى كيساوي لنا واحد، واحد او كاري، واحد او كاري كيساوي لنا واحد، ما تأثرتلناش العملية ديالنا المعادلة ديالنا. الو كيما كنشوفو هنايا اون بوز، حيت عندنا الكتابة كنحطو أن اكس كتساوي ا فطونجونت، فطونجونت تيتا، ا هي واحد، فطونجونت تيتا هي طونجونت تيتا، واحد فطونجونت تيتا، طونجونت تيتا، صافي. ألوغ تاني حاجة أش كنحطو؟ إل تيتا محصورة ما بين بي سيغ دو أو موان بي سيغ دو، سي تخي بيان. ألوغ نحسبو الإشتقاق ديال هذا، تي دو إكس هي الإشتقاق ديال طونجونت. شحال هو الشيخ ديال طونجونت؟ هو واحد على كوسينس تيتا، كوس تيتا او كاري، صافي. شحال كتساوي لنا طونجونت؟ هي سينس تيتا على كوس تيتا. شحال كيساوي الاشتقاق ديالو؟ شي سامبل، هو الاشتقاق ديال هذا في هذا ناقص الاشتقاق ديال تحت في الفوق على كوس او كاري تيتا، الفوق غادي يعطيك واحد و تحت غادي يعطيك كوس تيتا، كوس كوسينس تيتا او كاري، صافي. بلا ما نحسبوها شي سامبل راه ساهله وكلشي عارفها. واحد على كوس تيتا شنو عندنا؟ عندنا سيكونت، سيكونت تيتا شحال كيساوي لنا؟ هو المقلوب ديال كوسينيس تيتا، ياه كوس تيتا او هي هادي كوس تيتا، حنا بغينا كوس تيتا او كاري يعني سيكونت او كاري، يعني هادي كتساوي لنا سيكونت او كاري. حنا نخدمو هاد التمرين هذا لان بعض الطلبه صيفطونا فيسبوك قالك ما كنخدموش حنا بالسيكونت او كوسيكونت او كوطونجونت، ماشي سامبل هادو راه مؤسسين راه يحطونك بروف الى بوا انا نوم سالم المقلوب ديال الكوسينيس والمقلوب ديال السينيس والمقلوب ديال الطونجون، كاين راه فهمنا شكون هما. الو حنا نخدموا هاد البارتي هادي نخدموها بعد، لان ديك كوسيكونس سيكوند او كوطونجون كيسهلوا عليك الحساب. الو حنا نخدموا بحال هكا باش نشوفوا واش تخرج لنا. الو غنشوفوا دابا هنا الاشاق دي دو تيتا، ما نساوش دي دو تيتا هنايا. الو دابا هاد المعادلة نحولوها لتيتا، صافي، نحولوها كاملة، ما نخليوش إكس، كلشي بتيتا، بدلالة تيتا. ألوغ الأنتيغرال عندنا إكس طونجون تيتا، طونجون تيتا، فيما قلتي إكس عوض فوا أرك طونجون، هادي طونجون موان زيرو هي أرك طونجون، راه بحال راه هي التسمية، طونجون هي أرك، هي أرك طونجون، راه هي طونجون موان زيرو، إكس نعوضوها بطونجون. طونجون تيتا سي بيان، هلا غتبقى لنا واحد بلوس اكس او كاري هي طونجون او كاري، طونجون تيتا او كاري سي سامبل، هلا تلاتة على جوج سي بيان. الوغ شحال هي تلاتة على جوج؟ تلاتة على جوج، تلاتة على جوج راه هي كتابة بحالا قلتي، بحالا قلتي هكا جدر أس تلاتة، صافي بحال هكا، صافي تلاتة على جوج راه هي هاد الكتاب، جدر أس تلاتة ولا تلاتة على جوج راه بحال بحال، صافي. ألوغ حيدو حنا ونخدمو حنا باش كنا خدامين على جوج، حيت واحد على جوج راه هي جدر نيس، كلشي عارفها، فوا دي دو إكس غنعوضوها بالقيمة ديالها هي واحد على كوس تيتا أو كاري، كوسينس تيتا أو كاري في دي دو تيتا منساوهاش. ألوغ حنا مخليناش إكس، إكس مبقاتش، هادي هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة نشوف واش كاين شي اختزال، كاين شي حساب، كاين شي حاجة. ألوغ واش عندنا؟ عندنا طونجونت،
موان زا ارك طونجونت على طونجونت تيتا شحال كتساوي لنا الشرق اللي هنا في الاناليز كتساوي لنا تيتا صافي لان الداله العكسيه على الداله الاصليه كتساوي لنا ديك الزاويه اللي هنا سي سامبل سينوس ارك سينوس على سينوس تيتا كتساوي لنا تيتا كوسي ارك كوسينيس كوسينيس تيتا كتساوي لنا تيتا صافي تيتا صافي الوغ يعني هاد الكتابة هادي يعني هاد الانتيغرال هادا ايكال طون شحال كتساوي لنا هادي تيتا قلنا لنا كتساوي لنا تيتا فاش فهادي في طونجونت ما نساوش هاد طونجونت تيتا طونجونت تيتا لان قلنا غير هاد البارتي هادي كتساوي لنا تيتا فوا طونجونت تيتا هاي طونجونت تيتا في طونجونت تيتا الوغ واحد بلوس طونجونت تيتا شحال كتساوي لنا الوغ نحسبوها حنايا طونجونت شحال هي طونجونت طونجونت شحال كتساوي لنا كتساوي لنا سينيس تيتا على كوس تيتا ورا او كاري او كاري لان عندنا طونجونت او كاري الوغ حنا نوحدو المقام الى وحدنا المقام يعني نوحدو المقام كوس تيتا او كاري يعني هنايا تعطينا شحال تعطينا كوس تيتا او كاري شحال كتساوي هادي الفوق كيساوي واحد سينيس تيتا او كاري بلوس كوس سينيس تيتا او كاري كتساوي لنا واحد على كوس تيتا او كاري سي سامبل الو يعني هادي نعوضوها باش وهادي كتساوي لنا سيكونت او كاري تيتا صافي غير ما بغيناش نخدمو حنا بالسيكونت باش ما نطولوش باش ما غير باش كاين شي وحدين كيوقفو مكيخدموش بيها حنا نشوفو شحال قلنا كيساوي واحد زائد طونجونت تيتا واحد على كوس تيتا او كاري على تلاتة على جوج صافي هادي او كاري يعني بحال قلتي هادشي كامل او كاري هادي كاملها او كاري صافي وهادي او كاري يعني تمشي جوج مع جوج تبقى اس 3 صافي فوا واحد على كوس تيتا او كاري على دي دو صافي الو شحال تكون عندنا هاد الكتابة قدوها مزيان باش نفهمو مزيان هادي هادي قدوها مزيان هانتايا هنا شحال هادي بقى لنا قلنا جوج مشات يعني تبقى لنا واحد على جوج كوس تيتا لكل اس اش 3 لان قلنا جوج مشات مع جوج صافي فوا هنا فوا واحد على كوس تيتا يعني فوا كوس تيتا هنا كوس تيتا او كاري بلاص داك الواحد على جوج بلاص هذا ضربناها هنايا صافي في دي دو تيتا سي تري بيان الوغ دابا نحاولوا اننا كما كنشوفوا نختزلوا لان هادي اس 3 يعني بحال قلتي هكا كتابه هكا اس 3 لان واحد اس 3 كيعطينا 3 يعني اس 3 يعني نختزلوا بهادي مع او كاري يعني تبقى لنا الكوست لتحت صافي نتمنى انكم فهمتوا البارتي سي سامبل الوغ تيتا طونجونت تيتا على شحال على هادي مشات مع هادي تبقى لنا واحد على كوس تيتا ثابت على دي دو تيتا ما نساوهاش الوغ هاد البارتي هادي شحال من واحد كيغلط فيها هنايا ا على بي على سي كيسحبلوش علاقه وحده ا على بي على سي كتساوي لنا ا سي على بي لا عندها جوج خاصيات هادشي عقلناها في التسعة وشحال من شحال من طالب كيغلط فيها عادي ها حتى انت شوف معايا ا هذا هو الاصلي هذا هو الاصلي على بي على سي صافي شحال كتساوي لنا كتساوي لنا ا في سي على بي صافي و ا على بي ياك وهذا هو الكسر الاصلي على سي شحال كتساوي لنا كتساوي لنا ا على بي على سي حضيو راسكم من هاد خلينا على التسعة سي سامبل شكون عندنا الاصلي هو هذا هذا هو الكسر الاصلي هو الاولاني كاع صافي هذا هو الاولاني ها انت هذا هو الاولاني هذا هو الاولاني ها هو هذا الاصلي يعني هذا هو اللي كنزيد يعني انه انطبقوا هاد العلاقه يعني هاد السي هادي تطلع للفوق صافي هاد كوستيتا ضرب طونجونت ماشي ضرب واحد ضرب طونجونت الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد اللعيبه هادي نكمل الكور ديالنا الوغ شحال كيساوي لنا هذا الى ضربنا هذا الفوق يعني هذا عندنا انتيغرال ديال تيتا طونجونت تيتا فوا كوس تيتا سي تري بيان على دي دو تيتا ما نساوهاش الوغ اشنو عندنا طونجونت تيتا شحال كتساوي هاد طونجونت شحال كتساوي كتساوي سينيس تيتا على كوس تيتا ياك هادي مشات مع هادي يعني شحال بقى لنا بقى لنا انتيغرال ديال تيتا سينيس
ديتا على دي دو ديتا. دابا باش نطبقو عاوتاني نطبقو المكاملة بالاستاء سي ساب، نديرو تيوريم ديال الجدول، لان هاد الكتابه هادي من دوك الكتابات السته اللي يمكن نديرهم في الجدول، اللي ما شافش ديك العباد الجدول والمسائل ديالها يمشي يشوف. الوغ نديرو الجدول ديالنا، الوغ هنايا نحطو الاشتقاق، نختار هو تيتا، تيتا الاشتقاق ديال تيتا هو واحد والاشتقاق ديال واحد هو صفر. هنا كنحطو اللي كيسالي الاشتقاق ديالو، هنا كنحطو الانتيغرال، لان الا درنا السينوس درنا الاشتقاق ديالو ما عمرنا نساليو، ما عمرنا نقص نحصلو صفر، ولكن تيتا كنوصلو لصفر. يعني تعطينا في الاولى عندنا السينوس تيتا، الاشتقاق ديال السينوس تيتا شحال هو؟ موان كوسينوس تيتا، موان كوسينوس تيتا الاشتقاق ديالو هو موان سينوس تيتا، كما العادة هادي في هادي بلوس هادي في هادي موان، سي تخي بيان. الوغ دابا غنديرو شحال كتساوي لنا، ونديكتمو بلاصة ما نديرو هادي في هادي، كنخدمو الجدول في ساعة كتخرج، هادي في هادي يعني ناقص، يعني تعطينا ناقص تيتا كوس كوسينيس تيتا، ياك هادي في هادي يعني عندنا هنا راه ناقص، وهنا ناقص، ناقص مع ناقص هي زائد سينيس تيتا. يعني ما شافش هاد البارتي هادي ديال الجدول يمشي يراجعها في المكملة ديال الأجزاء في البارتيات اللي فايتين راه شرحناها. الوغ هي المعادلة ديالنا، واش هتجي نتا البروف تحطلو هكا؟ نو، هادي راه كيما كنشوفو إلا كان عندنا لي بون هنايا بحال واحد وصفر، راه 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 الى عوضتي هنا بواحد وصفر راه تكون غلطه النتيجه لا خاطئه، صافي. يعني ان اش قلنا شونجمون دو فاريابل، هنا درنا شونجمون دو فاريابل يعني لي بون كيتبدلوا، عندنا دو ميثود، اما لي بون كتبدلهم اما كتحولها للديتا كتحولها لاكس اللي عندنا هنا. داكشي غنديرو، لان التحويل ديال اكس كيصلح للبريميتيف وكيصلح حتى حتى لي بون، صافي. الوغ غنحولوا هذا، هاد المرحله هادي هي اللي مهمه، تبعوا معايا، نحولوا هاد تيتا هادي نحولوها لاكس. الوغ اش غنديروا؟ كيما العاده نرسموا نرسموا نشوفوا اكس، ها هي عندنا، ها هي اشنو عندنا؟ عندنا طونجون كتبوها هنايا، عندنا طون طونجون تيتا شحال كتساوي لنا اكس، صافي. طونجون تيتا اكس كنرسموا المثلث ديالنا ديما هكا، هادي هي ديما كنختاروها تيتا. شكون هي طونجون تيتا؟ هي اكس، يعني اكس على واحد، صافي، اكس على واحد هي اكس. طونجون تيتا، طونجون ديال شي زاويه اش كتساوي؟ اش كتساوينا الضلع المقابل على المحايد، ياك الضلع المقابل هو هذا، ها هو اكس، والضلع المحايد هو واحد، وهذا هو الوتر، هو واحد زائد اكس او كاري، يعني واحد او كاري عطاتنا واحد، صافي. هذا او كاري زائد هذا او كاري الجدر كيعطينا الوتر، صافي. الوغ سي بيان. الوغ دابا علاش درنا هادشي؟ باش نعرفو القيمة ديال الكوس تيتا هنايا والسينوس تيتا هنايا، يعني كتساوي لنا الوغ تيتا شحال تساوي لنا؟ شحال قلنا تيتا كتساوي هي؟ إلا بغينا نجبدو تيتا كنديرو موان زان طونجونت، أرك طونجونت، أرك طونجونت ديال إكس هي تيتا، أرك طونجونت ديال إكس كتعطينا تيتا، أرك طونجونت ديال عندنا هنا بحال قلتي خمسة، أكتونجون ديال خمسة كتعطينا تيتا، قيمة تيتا، صافي. فوا كوس تيتا، دابا هاد كوسينيس تيتا هنا فين كنخدموها، شحال كتساوي ها هي تيتا؟ شحال كتساوي لنا كوسينيس تيتا؟ ها كوسينيس تيتا كتساوي لنا الضلع المحايد على الوتر، في راه الضلع المحايد هو هذا واحد على الوتر، الوتر هو الجدر ديال واحد بلوس إكس أوكا زائد سينوس الضلع المقابل على الوتر، الضلع المقابل الى رسمتي الجدول كيسهل عليك كلشي، الضلع المقابل وهو اكس على الوتر وهو الجدر واحد بلس اكس بلس كونستانت. دابا تقدر الى كان عندك لي بون هنا واحد صفر تقدر تجي لهنا وتعوض بلي بون ديالك واحد زيرو، صافي، بلا ما تبدل لا لي بون لا والو وتخرج، ماشي تعوضها هنايا، هنا عندك تيتا، هنا عندك اكس، خاصك ترجع الاكس، صافي. قيمة إكس باش نرجعو لقيمة إكس كنرسمو المثلث، راه ساهل فاسيل، سي فاسيل ساهل بزاف. ألوغ كيما كنشوفو هنايا، هنا طونجون أو كاري، هنايا أو كاري سي بيان. ألوغ شوفو نرجعو، عندنا هنا تيتا، تيتا شحال كتساوينا؟ أك طونجون، عندنا هنا موان، إيه خاصنا موان هنايا، موان هنايا عندنا موان، أيا موان تيتا، تيتا قلنا باش جبدنا تيتا من هاد العلاقة
كتساوي لنا ارك طونجونت اكس، ها هي ارك طونجونت اكس، والموان ها هي كوسينيس تيتا وهو الضلع المحايد على الوتر جد سي تري بيان، زائد الضلع المقابل صافي هي هذيك. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي شي سامبل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للحاله الثالثه بالنسبه للانتيغرال، ونتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.